حتى نحل مشاكل اكتر شيء مشاكل ظهر الانف او مشاكل راس الانف اللي هن بيتعرضوا لالتواء او بيتعرضوا لعدم توازن بين يمين وشمال. من هون ممكن نصححها بواسطه الابره، بس هيدا لازم نعرفه انه هيدا شيء بيدوم لفتره وممكن نرجع نعيده بعد فتره زمنيه معينه، واحيانا الانف بيتاخذ هالوضع وما بيعود بحاجه لعمل تجميلي ثاني. وفي حالات ممكن نستعملها سوا مع العمليه، في حالات ممكن نلجا للعمليه وللعمل التجميلي بالوقت ذاته، خصوصا بالريدو بالمنخار المعمول اكثر من مره. ممكن منطقه منه نعالجها جراحيا ومنطقة تانية نعالجها بواسطة الإبر. يعني هالبروسيدرز ممكن نستخدمهم للتصحيح. صح أكيد، أكثر الأوقات يمكن أكثر من 90% نستعملها للأنف اللي بعمل له أكثر من مرة عملية، لأنه أحيانا بيجي على عيادي ناس عاملين منخارهم حتى 10 مرات. يعني حلقات؟ نعم، من هون صار العمل كل مرة رح نقوم بعملية. مستحيل نعمل جراحة. صح، كل مرة بنقوم بعملية جراحية بالأنف عم نحدد من امكانيتنا لنرجع نحسن فيه. من هون ما في اسهل من العمليه الجراحيه لانف اول مره، بينما انف معمول اكثر من مره صار في صعوبه كثير. بعدين رح نحكي عن شيء جديد بالتكنيك تبع هي العمليه بالذات. قبل ما تقرروا اي من الخدمات او البروسيجرز بدك تستعملها دكتور للشخص المعين، في عندك تقنيه او بروجرام جديد انت بتستعمله للريلوكينج، يعني بتقدروا تشوفوا النتيجه قبل ما تبلشوا بالبروسيجر. خبرنا شوي عن هالموضوع. انا بتحس الفرق من بعد ما بلشنا بهالبروجرام فرق كثير هي النتيجه. واليوم نحن كجراحه تجميل انا يعني همي اقدر اوصل النتيجه تكون اقرب شيء ممكن شو بتطلبها الست او الشخص عندي بالعياده. بروجرام الريلوكينج بيساعدني كثير لحتى اوصل للصوره اللي بدها اياها، وهو نتيجه عن عمل ايمجينج بيصير بين الست وشخص متخصص عندي بالعياده لحتى يظهر بصوره الانف اللي هي بتحبه على انفها بالذات. يعني بتاخذ صوره لوجهها بيشتغلوا سوا عليه وبيجيبوا لي الصوره كيف هي بتحب يكون انفها، بس ولكن منا هي الصوره اللي بده يكون انفها بعد العمليه، هي لحتى تعبر عن رايها. هي النتيجه اللي هي حابه توصل لها. يعني توصل لعندك قبل ما تاخذوا اي قرار، بتجتمع مع الديجيتال ايمجينج كونسلتنت عندك، بيقرروا او هي بتحدد، بيشتغلوا سوا الانف اللي بدها اياه على الصوره، بيشتغلوا سوا، بتقول لها نزلي من هون طلعي من هون، بدي اياه رفيع، بدي التب عالي، بيشتغلوا سوا كيف هي بتحب. يعني فرق ما تجيب صوره لحدا ثاني بينما عم تشتغل على انفها بشكل فيرتشوالي اكيد، ولكن عم تخلق بالنهايه صوره اللي هي عم تشوف حالها بالنتيجه يعني. اللي بدها يعني بدل ما توصل لعندك بصوره لنجمه معروفه او شخصيه معروفه بدي هاللوك دكتور، بتوصل لعندك من خلال الاجراءات البسيطه بيكون عندها نتيجه هي حابه توصل لها، ولكن مش هذا كمان النتيجه النهائيه اللي ممكن توصل لها. نو ريلوكينج بيساعدنا كثير لحتى نفهمها اكثر، حتى نعرف مضبوط شو بدها. وقت اللي تعملي ريلوكينج وشوف الصوره ساعتها صار عندي فكره انا واضحه هي كيف بدها، وهون او برفض عمليتها او بقول لها لازم نعمل غير عن هيك شوي او ممكن نعمل تماما، بس هذا ما بي يضمن لها انه هيك رح يكون منخارها. يعني وهذا بنفسره على طول انه الصوره منا 100% كيف بده يصير منخارها. شو الاسباب اللي ممكن تمنع انه توصل لهالنتيجه؟ لانه ما في اهون شيء نرسم على الورق او القلم او بمساعده الديجيتال. تكوين وجهه وتكوين منخاره يمكن بيلعب دور اساسي. العمليه احيانا بتختلف، شو في عندنا جوا، شو في من غضروف، من دهن، من جلد، من نوع السكار اللي بدنا نعملها، هذا كثير بيختلف. وكم عمليه كمان خضع على الانف لها. وحبيت كثير دكتور نصار انه قلت انك بترفض اوقات انه تعمل عمليه، وهذا يمكن نادرا ما نسمعه عنا بهالمجال. بدنا نبلش نشوف الصور بالبيفور اند افتر. اوكي، فيكم صوره عارضين هون لحتى بس هيك نفرجي شويه انواع منخار كيف ممكن يتغير ويعطي شكل وجه كثير حلو. شو اشتغلنا هون؟ كان ظهر الانف ظاهر جدا، مجرد ما شلنا ظهر الانف من دون ما غير اي شيء تغير الشكل كله سوا. هون من دون جراحه دكتور؟ هو جراحي بس، ولكن بس اشتغلنا على منطقه وحده، ما اشتغلنا على الانف كله سوا.
بنشوف الفرق. هون ممكن نستعمل الفيلر، يعني الفيلر ممكن يصحح لنا عيوب كثير بالانف من دون ما نلجا لعمليه جراحيه. مثل شو؟ عدم توازن بين مثل ما قلنا، حتى لو في عظمه ظاهره وتحتها في خفوص بالعظمه المنخار ممكن نصحح هذا الشيء ويصير متوازي كله سوا. هون كمان هذا بالفيلر ممكن نخلق انف يلبق للوجه. اليوم ممكن نشوف انف حلو بس ما يلبق لهذا الوجه بالذات، او العكس تماما. من هون كل وجه لازم يكون له انف معين، ما يكون انف واحد لكل الوجوه. يعني نيكي هيلتون لما نطلع على الصوره بنشوف انه قديش غير تكوين وجهها. مجرد نفس الصبيه صح، مجرد ما تغير انفها كيف صار تغير تكوين وجهها حواليها كلها سوا. من هون نعرف انه الانف كثير اساسي بالوجه. ما فينا نعمل عمليه تجميل ونترك الانف نقول بلا ما نعمل له عمليه لانه بده يكون طبيعيه. فيك تكوني طبيعيه بعمليه بسيطه بنتيجه طبيعيه. هلا دائما عمليه التجميل للانف تتطلب انه نكسر المنخار؟ نو ما ضروري. اليوم كلمه كسر المنخار منا نحن ما بنستعملها لانه واحد بيكسر المنخار وبحادث على الطريق. بينما بالعمليه نحن بنلوي المنخار او بنحفه. نعم توا انت بينما احيانا ما بنلجأ لنلوي المنخار، احيانا بواسطه الحف بس اذا كان عنده عظم زياده، او بلوي المنخار بشكل درجه خفيفه لانه كمان المنخار ما في يكون بوينتد، ما في يكون كثير مراوس لانه كمان ما بيعطي شكل حلو للوجه. لما بنحكي فيلرز دكتور نصار غير الهايلورونيك اسيد شو بتستعمله؟ شو ممكن تستخدمه؟ فينا نستعمل الدهن، نشفط الدهن من الجسم كميه قليله اكيد، وانا شخصيا اليوم بفضل استعمل شيء اسمه ستام سيلز اللي هو الخلايا الجذعيه. بنحول الدهن لستام سيلز، بنزرعها فينا نزرعها بالوجه كله سوا، بس ولكن كمان نستخدمها بمنطقه الانف لانه بنكون عنا عم نستعملها لحالتين، هو حاله اعاده ترميم الانف او تجميله، بالوقت ذاته عم نساعد الجلد اللي هو عم نزرع تحته الدهن لحتى يكون عنده يعني يتجدد ويكون عنده نضاره. صح، لانه الجلد الانف بس في واسطه الستمسل. نعم، جلده الانف جلده رقيقه وما في تحتها لحم كثير ولا دهن كثير، لانه في مناطق بالانف بيجي العظم بغري تحت الجلد، يعني ما عندها غذاء كامل او ما عندها سبورت طري، من هون تتعرض لمشاكل اكثر. اذا حاولنا نساعد هذا الشيء باشياء من الجسم بذاته بفتكر بنكون عم نعمل انجاز كثير كبير. هلا الفيلرز كثير منيح اذا بدنا نعبي مكان معين او نكبر منطقه معينه بالانف، ولكن لما بكون عندنا حجم زايد شو عندنا حلول بتغنينا عن الجراحه؟ احيانا في عندنا راس الانف بيبقى هابط، اوقات هو تكوينيا هابط شكله هيك، احيانا مع الوقت بيهبط اكثر، فينا نلجا للبوتوكس لحتى نرجع نرفع من دون عمليه، يعني دقيقه من الوقت بابره صغيره ممكن نشقل راس الانف التيب لحتى ما يكون هابط، وخصوصا وقت الناس بيضحكوا على طول حتى لو مش هابط بيهبط. كيف لا يكون هابط اساسيا؟ رح يهبط زياده وبيعطي شكل منه كثير حلو. وبطبيعه الحال مع مرور الوقت وبسبب الجرافيتي رح يقصد شوي المنخار. البوتوكس بتساعدنا من وقت لوقت انه نرفع هالشيء ويحافظ على شكله خصوصا بالبروفيل. هلا بدنا نحكي شوي عن حسنات هالاجراءات او البروسيجرز. اليوم عمليه تجميل كثير تجددت وكثير تحسنت وصارت قصيرة كثير، يعني بطلت تاخذ معنا وقت كعمل جراحي. هذا الشيء بيأثر ايجابيا على الشخص لانه اليوم ما ضروري اقعد 3 ساعات تحت عملية تجميل الانف، ممكن ب 30 دقيقة اقوم بعملية كاملة للانف. هون عم نحكي عملية جراحية. عملية جراحية نعم. من يعني من بتجميل كل اعضاء الانف، يعني اليوم بنعرف الانف هي بارت كثير صغيرة من الجسم، بس ولكن تحت الجلد في كثير اقسام بنشتغل عليها، يعني احيانا بنشتغل على 10 مناطق بالانف لنخلق شكل حلو وشكل طبيعي، بينما هو الانف اذا بنقارنه لبارت ثانيه بالجسم هو يمكن بيطلع 1 على 10 او 1 على 50 بحجمه، بينما الدقه فيه هي اللي بتعطي النتيجه، وبتعطي النتيجه بعمليه التجميل على طول. لازم نفكر لبعد سنه و10 سنين
لانه الانف على طول بيتعرض لضعف، بينما اذا فتحنا الانف وفضيناه كله سوا لحتى نشوفه اليوم صغير، بعد سنه او 10 سنين بطل يشتغل لانه ما في سبورت له، ببطل فيك تتنفسي منه. على طول بدنا نحافظ على يعني على الفانكشن وعلى الاستيتيك بالوقت ذاته، لانه الانف هو منه بس شكل تجميلي ولكن بارت مستعمله وضروريه يوميا. قد ايه نسبة العمليات الجراحية اللي بتقوم فيها بالانف دكتور نصار هي تصحيح لاغلاط غير اطباء؟ هلا عمليات الريدو، عمليات الانف السجندري اللي هي معمولة أكثر من مرة، تقريبا بحدود 70% من العمليات اللي بنقوم فيها سنويا. اليوم كثير ناس بلبنان عاملة انفها أو بالعالم العربي كله عملته أكثر من مرة. اليوم في كثير اخصائيين بيعملوا هالعمليه، يعني منا مقتصره قانونيا على بس جراحين تجميل، في كثير اختصاصات عم بيقوموا، مع انه هيك مفروض اي عم بيقوموا فيها يعني ليجالي، بترك الموضوع للقانون، بس في كثير اخصائيين بيقوموا غير متخصصين، يعني اطباء ولكن متخصصين بغير مجالات، يعني منهم متخصصين بطب التجميل. صح، لهالسبب عم بيكون في مشاكل، اكثر مشاكل بتكون من هالاسباب، انه انا منه اختصاصي عم بعمل عمل جراحي منه اختصاصي، ما راح ابرع فيه وراح اعمل مشاكل فيه اكيد، يعني اذا بقيس على حالي بقيس على غيري، من هون المشاكل اكثريتها عم تيجي من هذا النوع. احيانا بتيجي من حتى من جراحين تجميل او ENT اللي هن اوقات بنزيد بعمليه، يعني يمكن من قد ما بينطلب منا انه نصغر 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 نصغر، بقى التصغير عم يخلق لنا مشاكل بعدين. وفي مشاكل اليوم بنشوفها كثير، اللي عملوا عملياتهم من زمان، لنقول من قبل 10 سنين، كان كثير دارج الريتروسي والمنفار الصغير الضعيف اللي مراوس، بنشوف نقطتين هيك براسه، اليوم ما بقى دارج، فلذلك حسب الموضه عم بيغيروا شكل الانفن. واليوم لهالعمليه بالذات في شيء جديد اللي هو بنزرع اليوم لناخذ احلى نتيجه بهيك حاله مستعصيه، حاله صعبه جدا نصلحها لمنخار معمول من زمان، نرجع نعطيه شكل جديد، هو زرع الغضروف. ممكن نسحب غضروف سبتم؟ نعم سبتم، من السبتم فينا نشيل شقفه سبتم من جوا، جزء صغير ننحته على شكل من جوا بداخل الانف. نعم، نحن بنشيله كستريب واحد وبنقصه بننحته وبنفتحه هيك مثل الورده لحتى نشكل التب هون، ونزرعه بالتب. هذا انجح شيء اليوم عالميا، عم بحكي انجح شيء، واللي هو بضاين على طول. ومنه جسم غريب، هيدا غضروف من انفنا متاخذ، بس متاخذ من منطقه منا بحاجه لها، واذا شلناه ما راح غير الانف. دكتور نصار، من وين فينا ناخذ سبتم؟ ممكن نشيل من الاذن من وراء الدين، ممكن نشيل حتى ممكن نشيل احيانا عظمه ان كان من الرب او من غير مناطق من الجسم، ممكن نستعملها في حال اضطرينا احيانا بحوادث معينه او بنتيجه خساره عضو معين، ممكن نستعمل شيء. نرجع لموضوعنا الاساسي اللي هو التجميل اللي بيغنينا عن العمليات الجراحيه. الاستفاده اكيد الاكبر هي انه نختصر الوقت، يعني الريكفري تايم كثير قصيره، بنقدر نعمل معظم هالاجراءات يمكن بظرف نص ساعه او ساعه، بنرجع على عملنا او شو ما كانت مسؤوليتنا اليوميه. هذا العمل التجميلي اوقات بنحسه سحر، ليه؟ لانه بلحظه قادر يعطينا نتيجه كثير حلوه، خلال دقائق النتيجه واضحه، بتشوفها الست بتنبسط فيها، وبيدوم هذا الشيء، منه شيء انه كل شهر بدنا نعمله، ممكن يدوم سنه او سنتين. ومثل ما قلنا ما في ريكفري تايم، يعني الست بتظهر فيها تكمل حياتها الطبيعيه، شغلها، حياتها العائليه كلها سوا، وعمل بسيط، ما في وجع، ما في ورم، اجمالا ما في زراء، ما في شيء. واليوم حتى العمليه الجراحيه بالذات بعدنا عن كل شيء اسمه جرح ظاهر، عن ستيل بالانف، يعني اليوم ما بقى نحط هذا النيزل باكينج، صح، الا بحالات بحاجه لها مضبوط. بطلنا نشوف ورم وزراء مثل ما كان بالاول، يعني ما بقى فيها هالفتره الانزعاج الطويله بعد. صح، صح، العمليه الجراحيه في حالات معينه قليله جدا تتعرض شوي يمكن لمنطقة زراء شوي تحت العين أو ورم شوي، بس هيدا كمان كل جسم له ردة فعل معينة، يعني في أشياء أدوية خاصة مستعملة
قبل العمليه بنص ساعه او خلال العمليه، لحتى حتى الشخص المعرض للتورم وللاجراء ممكن نجنبه من هالامور كلها سوا، وتعمل عمليتها وخلال لنقول اسبوع من الوقت، وقت نفك البلاستيك اللي هو البلاستر اللي نحطه على الانف ممكن ما يكون اي اثر للعمليه، وعندها الشكل الحلو الجديد اللي بتبغاه هي. قد ايه وقت لازم يمرق قبل ما توصل للنتيجه المطلوبه؟ يعني يثبت من خارج مثل ما ست اشهر على طول مطلوب من كل عمليه تجميليه اجمالا منتو ست اشهر، مطلوب احيانا اكثر من هيك، اللي عنده ورم بتورم كثير احيانا 9 اشهر او سنه. من هون لسبب علميا ممنوع نقوم بعمليه تجميل قبل ما تمرق هالفتره، قبل ما تقطع، لانه ممكن يكون السبب هو ورم، واذا قمنا فيها قبل ممكن نخلق مشكله ثانيه جديده، لانه هي رح تنحل لحالها. والعمل الجراحي قبل 6 اشهر كعمل جراحي ثاني هو صعب علينا كثير، من هون النطرة 6 اشهر هي شيء ضروري. البروسيدجرز اللي ذكرناها دكتور هيدي بحاجه لبنج؟ بنج موضعي، عمليه تجميل الانف هي انا شخصيا على طول بقوم فيها ببنج موضعي، لانه قادرين نعملها بكل سهوله. مثل ما قلت الانف هو بارت صغيره بالجسم، قادرين نبنجه بسرعه كثير من دون وجع من دون انزعاج، والحرام يكون تحت بنج العام، لانه العمليه نص ساعه. نعم. الست فيها تعملها وتروح على بيتها بعد نص ساعه، ترتاح نص ساعه وتروح من دون اي مشاكل صحيه، من دون ما تتعرض لبنج، يعني من دون ما تتسمى ان قامت بعمليه جراحيه. نعم. مع بنج عام. شكرا لك دكتور توني نصار، اتكلنا عليك انه دائما بتطلعنا على كل شيء جديد بهالمجال، اهلا وسهلا فيك.